بشكل مباشر ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة، أنتم مولعين داخل الملعب وخارج الملعب عيال عطيف. بشكل مباشر كم أنتم اللي لعبتوا كرة القدم بشكل رسمي، إخوانك أشقائك؟ خمسة. عبدو، أحمد، علي صقر، وعبد الله. طيب رتبهم لي من حيث رأيك أنت، من حيث النجومية في ما قدم على أرض الميدان داخل الملعب. رقم واحد أحمد برا، يعني من الأربعة برقم لك الأربعة. أي رقم لي الأربعة. أحمد برا عشان ما يقولون هذا. أوكي عطني الأربعة الناس. رقمني الأربعة. واحد بحكم أني أنا لعبت مع عبدو كثير وشفته يعني في سنوات كثيرة، أنا أشوف عبدو رقم واحد. أوكي فنيا وجماهيريا وإعلاميا؟ لا فنيا عبدو، جماهيريا ممكن عبدو متوسط. تعرف عبد الله بحكم أنه لعب في نادي جماهيري ونادي زي الهلال وجماهيريته، عكس عبدو. صح أنه لعب في النصر بس ما أخذ الفترة، النصر والاتحاد بس ما أخذ الفترة زي ما أخذها عبد الله. يعني عبد الله 13 سنة في الهلال، تعرف جماهيرية الهلال ونجومية عبد الله أساسا في طيب. الملعب واستمرار. خلنا نرجع نقول رقم واحد عبدو. عبدو فنيا. أوكي عبد الله جماهيريا. لا رقم اثنين فنيا عبد الله. بعد أنا أشوف الاثنين الثانيين عبد علي وصقر ما أخذوا حقهم على المستوى الفني. علي يمكن علي كان موهبة للأمانة، كان إمكانياته عالية ممكن لو توفق بعد الله سبحانه وتعالى، لكن الإصابات هي اللي حرمتنا موهبة علي الإصابات. لكن كإمكانيات علي أنا أشوفه كان من يمكن يكون ينافس حتى عبده على مستوى الموهبة. وحتى نفس الشيء صقر، يعني صقر كلاعب كمهاجم اللي يختلف عنا في الخانة. يعني إحنا الأربعة يمكن غير صقر في وسط الملعب، نلعب في وسط الملعب سواء وسط في الأمام زي عبدو وعلي وأحمد وعبد الله في محاورة الارتكاز. صقر كمهاجم أنا أشوفه كان ممكن يكون مهاجم عظيم، لكن تعرف كرة القدم أحيانا تحتاج للتوفيق أكثر. كلكم بديتوا ولدتوا في الشباب؟ إيه نعم كلكم. الخط السير خذا عبد. طيب جميل جدا. من اللي اكتشف عيال عطيف دول الخمسة وجابهم وقال للنادي الشباب على مسؤوليتي أحطها في ذمتي بيكونون نجوم سوبر ستار؟ كان لنا صديق الله يذكره بالخير في متوسطة أمسي عليه، الأخ حمد الزيد. هو كان يلعب في نادي الشباب وكان معنا في الفصل أنا وعبده في المتوسطة، فكان يقنعنا انه عبد نروح النادي وزي كذا، فكان عندنا زي التردد. فبحكم تجربه سابقه في الهلال والنصر وما كانت جيده، فهو لحظه هنا انتم رحتوا وجربتوا حظكم في الهلال والنصر؟ اي كان في تجربه سابقه. اول شيء الهلال، انتوا عبدو انا وعبدو. اول شيء الهلال كان في دوري رمضاني يقيمه الهلال كل فتره. اوكي فمو بحنا رحنا جربنا، لعبنا حنا. تعرف الحارات يشاركون بفريق ويشارك في البطوله. أوكي. الرمضانيه الهلال هدفه انه يسوي الدوره هذه عشان يستقطب المواهب. حلو. فمن ضمنهم كان اختارونا انا وعبده. فبعد اسبوع صار موقف مع احد المسؤولين عن فريق الناشئين او البراعم، ما اذكر بالضبط، في الهلال. فما كملنا. وش الموقف؟ قال لكم انتم ما تنفعون. ما زي كذا ما تنفعون، ما يحتاج يا لكم رجل. وقت. إيه يحتاج لكم وقت. فهي قناعات، انت ما تقدر فيه قناعات. اوكي قفلتوا صفحه الهلال. بصفحه كنتوا الهلال. زعلانين اكيد، الواحد يتمنى انه يجرب انه يكون نجم، خاصه صراحة أنا وعبدو بالتحديد من يوم ما كنا في الحارة كان كنتوا معذبين الناس. كنا نتمنى أن تكون كان عندكم هالطموح. عندك هالطموح. والشيء الثاني كنا نتابع كرة القدم بهوس، يعني أيام النجوم ماجد، الثنيان، المهلل، هذول النجوم كأس العالم 94. يعني كان يكون عندك هوس وعندك شغف أنك في يوم من الأيام تكون في مكان هذول النجوم او انك تكون معهم.
حلو. فبعدها ما الله كتب عبده كمل في النصر، راح برضو صار شاف قفلتوا صفحة الهلال اللي كانت محزنة ورحتوا للنصر. أنا ما رحت النصر. ليه؟ أنا ما كان خلاص يعني بعد اللي قلت خلنا نكمل. حطمت يعني تقريبا حسيت إنه يحتاج وقت أو توفيق وكذا. ففي يوم من الأيام عبده جاء واحد كلمه قال له في النصر تعال والنصر يبغى يشوف مواهب وكذا وكذا. فكمل عبده معهم أسبوعين وكذا، بعد ما أدري وش الموقف اللي صار لعبده، بعدها ترك النصر ما كمل معهم. حلو. بعد لا يكون بعد قالوا له ما تصلح لاعب، ما أدري عاد أنا نشوف بعدين أسأل عبده نقول، لكن طيب. الأكيد إنه ما كمل يعني ما طول. بعدها كنا في المدرسة المتوسط هذه زي ما ذكرت لك، كان في الأخ حمد الزيد كان معنا وكان في نادي الشباب يلعب. أذكر في هذيك السنة كان يقنعنا إنه عبده الشباب زين، الشباب تعالى وكذا وكذا وكذا. فقال عبده إيش رأيك؟ قلت له أنا خلاص ما عندي مشكلة. فقلت له خلاص أنت روح أول وشوف الوضع وبعدين قول. حمد كلم الأخ الأستاذ سلطان خميس هو اللي كان يعني مسؤول عن فئات السنية، وكان يعني تعرف سلطان خميس ما يحتاج شخص يحب دائما يكتشف المواهب، يفهم في المواهب، يفهم في المواهب، عينه حلوة، عينه شخص ضحب وقته صراحة، ضحب وقته بكثير لجل المواهب، مو بس أحمد وعبده، كثير من المواهب اللي شفناها في نادي الشباب والكرة السعودية كان بعد الله سبحانه وتعالى. ونظرة يقولون انه يروح للوالد يقول سد حيلك نبي زيادة عن الخمسة. هذا بعد ما سجلنا. فراح عبده وشاف عبده قال لا ما عاد تطلع. فعبده وقال له اوكي ان شاء الله وزي كذا، واستمر عبده معهم وزي كذا، وحتى وقع عبده وقتها وزي كذا. فجاء حمد قال له في واحد برضو اخوه لا يعني لا يفوتكم يدعى احمد. فقال له قال لعبده خليه يجي. فقال لعبده تعال. قلت خلاص رحت يوم ويوم يعني خلاص صار لي تردد. فبعدها يوم شفت الاهتمام من نادي الشباب الامانه بالتحديد من سلطان خميس، حتى يوم جاء واقنع الوالد، والوالد وقتها عشان الدراسه مدرسه، وقال انا يهمني الدراسه اكثر من اي شيء، فأقنع قال عندي دراسة عندي صح. وأي شيء أنا بتحمله، وأي شيء يكون فيه تقصير منهم أنا بتحمله. فبعد كذا بدينا في الشباب أنا وعبده وتيسرت الأمور، بعدها انجذبوا البقية. طيب أبغاها منك وبكل صراحة وبكل وضوح، أنتم الخمسة بعيدا عن أنكم لعبتوا في الشباب، إيش ميولكم الحقيقي قبل ما تسجلون في الشباب بصراحة؟ والله شوف انا بالتحديد انا وعبده كوكتيل؟ لا شوف انا وعبده بالتحديد يعني حتى اذكر في مواقف في قبل كاس العالم 94 كان عندنا هوس نحب اللاعب الفنان اللي هو مين، يعني زي ثنيان، زي فهد المهلل، لأمانة ماجد يعني ما كان، لا والله الدوران لا والله ما كان. انا كل واحد انا بعدين بعطيك صوره ماجد بعطيك صوره ما عليك عشان فهمني. ما في واحد كروي رياضي سواء كان اعلامي لاعب الا عنده ميول. ابغى ميولكم انتم الخمسه. انا مختلف اول شيء، مختلفين ولا لا؟ في مختلفين. انا طيب من يشجع الهلال؟ في الوالد ايوه، في الاخوان الكبار، في واحد نصراوي برضه. اوكي. منا احنا اللاعبين ما في هلالي. ما في هلالي. طيب في نصراوي منكم كلاعبين بدون ما تحدد؟ في تقريبا في ايه اظن انت. لا انا شبابي، انا في موقف ولد عمي اجل عبدو كاس الخليج، الشباب كان يشارك في بطولة الخليج. حلو. كنت احضر معه في الدمام وكان نشوف مباريات عنده، هو ولد عمي في نفس السن تقريبا، شبابي جميل. هو اللي خلاني اخذ مسيره جميل. في تصريح شهير وشهير جدا للرئيس السابق خالد البلطان صحيح، اللي قال فيه بالحرف الواحد مع الزميل عبد الرحمن الدحيم امسي عليه بالخير في الاي ار تي وقتها، اللي يبي عيال عطيف يلقاهم وين؟ في البلاي ستيشن. وفي النهاية عيال عطيف كلهم اطلعوا إلا أحمد.
أسأل سؤالين. السؤال الأول، ليش خالد البلطان وقتها أطلق هذا التصريح؟ أول شيء كان جايكم مفاوضات؟ أكيد. شوف أنت يمكن أنت تعرف هذيك الفترة وأنت عشت هذيك الفترة، في أكيد لما بعد ما كان القيمة الفنية اعتلت عن نفسي وعن عبده، فأكيد بتجيك عروض، يعني مستحيل بيجي. من وين جاكم العروض؟ أنا أتكلم من الهلال، النصر، الاتحاد، كل الثلاثة. ثلاثة فاوضوكم أنتم الاثنين؟ أي نعم. باكج ولا كل واحد بالحالة؟ أنا تقريبا مع بعض. مع بعض، لأن عقدنا كان أنا وعبده ينتهي في نفس اليوم في نفس التاريخ في نفس السنة. يعني طيب، حسستوني أنكم توأم عيال الداغستاني. طيب، اللي أبغى أقوله، أطلق ذاك التصريح لأنه في مفاوضات. لأنه في مفاوضات، وكان كان مهيمن عليكم، قادر يقنعكم أنكم ما تطلعون. اي، كان برضه هو الرئيس النادي مسي عليه الاستاذ خالد البلطان، كان له الرغبه الشديده ان يبقون. طيب ليش طلعوا الاربعه الباقيين؟ شوف، انا هذيك الفتره انا وعبده جددنا وقعنا. اوكي، لا اقصد بعدين ليش طلع. هو يمكن يقصد في التصريح في هذيك الفتره. بعد هذيك الفتره اصبحت يمكن في اختلافات بين عبده والرئيس خالد البلطان، في اشكاليات، وعبده طلع للاتحاد وبعدين راح للنصر. علي نفس الحكايه، طلع الرائد الاتفاق. عبد الله لا طلع، كان عنده تجربه في عبد الله وصقر، كان عندهم تجربه في البرتغال، قعد يمكن سنه ونص، وبعدين عبد الله جاء الهلال، وصقر راح للتعاون والوحده. فكانت هي احيانا في مفاوضات ما توصل لها لحد، يعني ما توصل لاتفاق معين. طيب، واحيانا ليش انت الوحيد من بين اخوانك اللي فضلت ان تنهي مسيرتك الكرويه في الشباب؟ ليش ما طلعت؟ مع العلم اني اعرف انه عبده مسيطر عليك سيطره خطيره، يعني يقول لك يمين تقول كذا، يقول لك يسار تقول كذا. شوف، صح ولا لا؟ لا، هو مو بسيطره، في اراء انت تتقبلها، ومن واحد مثلا اخوك اكيد، يعني اكيد يفهم مصلحتك واكبر مني، لكن في قرارات انت تحكم فيها. طيب، بامانه، لو هذا صار قل لي ايه وعطني تفاصيله. هل فعلا يعني سواء جاك مباشره ولا دز لك احد انه خالد البلطان قال لك لا يلعب عليك عبدو، اقعد احنا راغبانين فيك، او سواء باللفظ هذا او بلفظ اخر؟ لا، لأن خالد البلطان 2014 وانت عقدي، هو قبل ما ينتهي عقدي مشى. اللي أنا جددت معه خالد بن سعد. أوكي، يعني خالد بن سعد اللي جددت معه. السنة 2015 أنا جددت 2010 أنا وعبده. 2000 وموجود إلى خالد البلطان، لكن 2015 خالد بن سعد. طيب، أنت مع أي تصنيف؟ أنت مع تصنيف رمزي العصيمي إنه الرئيس الشبابي الأقوى والأفضل هو الأمير خالد بن سعد، ولا عندك رؤية أخرى؟ شوف، كلهم قدموا للنادي. شوف، ولا هي مجاملة، لأني أنا جامل الأمير خالد بن سعد، ولا أنا جامل خالد بلطان، ولا حتى الرؤساء اللي قبل الأمير خالد والأمير ولا حتى المسؤولين، حتى أبو عامر اللي هو القريني، حتى لا إله إلا الله، اسماء نويسر طلال الشيخ، كلهم هذولي له خدموا، احيان يقدموا اشياء كبيره، ضحوا باشياء كبيره. خالد بن سعد انت عارف هو يعني قدم اشياء كبيره وحقق انجازات كبيره للنادي. خالد بلطان حقق انجازات، يعني ما تقدر تقول لهذا التصنيف رئيس، كلهم مكملين لبعض. استمراريه للانجازات، استمراريه لتاريخ النادي. يعني انت ما ما تقدر تحسب تاريخ النادي بس تاريخ خالد بن سعد، ولا تاريخ بس خالد البلطان. طيب، دبلوماسي. لا، مو دبلوماسي، انت في الواقع الحين. طيب، الحين شوف ماجد، عشان تكون انت الحين لما تجي لاي مؤسسه او اي كيان ما تقيس على رئاسه شخص. طيب، في التطور. جميل، وفي الانجازات. جميل. رمزي العصيمي لاعب سابق في نادي الشباب، كان معي قبل اكثر من اسبوع في ركله ترجيح، قال انه البلطان سلم النادي وهو ضايع. بما معناته
بالإطار هذا المغادرة الأخيرة دي. ولما قلت له البلطان نجح وحقق بطولات قال لي جاء واستلم فريق كان جاهز في عيال عطيف وكذا وكذا، مع هذا الرأي ولا ضده؟ شوف أنا ما أدري وش اللي صاير للأمانة، لأني بعيد عن النادي في الفترة الأخيرة، وأنت شايف الفترة الأخيرة مع رئاسة خالد البلطان أو إنه سلم النادي والنادي ضايع. أنا ما أقدر أعطيك التقييم، ما أقدر أقيم لك النادي وش كان فيه وش ما كان فيه، لأن كل واحد فيه له عمل. أنا ما أنا المقيم، أنا ماني مقيم لأعمالهم أو وش سوى وش ما سوى. لو كنت قريب أو داخل هذا النادي حاليا يعني في سواء في أي في هذا، ممكن أقول لك والله العمل اللي كان فيه الأستاذ خالد البلطان جيد أو غير جيد. وأنا أنا أنا بالنسبة لي أنا ما راح أجامل على حساب نادي الشباب أيا كان، لكن أنا ماني موجود. لكن المنظور إنه المنظور في سنة من السنوات نافس وكان قريب للدوري، والمنظور في سنة من السنوات إنه ما كان حتى يقدر ينافس، فما تقدر تقيم العمل بشكل جيد. والشيء الثاني المهم، الناس بتقيم وكل الجماهير بتقيم على الإنجاز، الإنجاز ما فيه معناته عمل ما هو جيد، عمل فاشل غالبا يرونه كذا. لكن الأشياء التفاصيلية احنا ما نعلمها، لأنه هو المسؤول الأول والأخير. الشيء الثاني لما جاء على فريق جاهز، أوكي فريق جاهز، فريق فيه نجوم، فريق فيه يمكن أغلب اللاعبين اللي كانوا موجودين من فئة السنية، أغلب اللاعبين الموجودين شاركوا في كأس العالم 2003 في الإمارات للشباب، شاركوا في الأولمبيات، لاعبين على مستوى جميل. وهم بقوا في النادي لحد وحققوا الإنجازات هذه صحيح، لكن في بعض الإضافات جميل. جلب يعني بعض الأجانب، جلب يعني ما هو عمل واحد. يعني شوف دائما أنا مستحيل، أنا بالنسبة لي لاني بجامل الأستاذ خالد البلطان ولا بجامل أي كان عمل في النادي، لكن كل عمل يعني احنا يمكن أنا صعدت في الفريق الأول نهاية 2002 إلى 2018 تقريبا، فأعتقد في هذه السنة تغيرت علي الأسماء، تغيرت علي حتى اللاعبين المحترفين المدربين. جميل، في عمل جميل. ليش وصل الخلاف اللي بين رئيس الشباب برضو السابق خالد البلطان وبين أخوك عبدو إلى عداوة؟ شو السبب؟ أنا ما أسميها عداوة، لكن هي في اختلاف كبير يعني بصراحة. أنا أعتقد السبب الأول يمكن بعد إصابة عبدو بالرباط الصليبي ما تعاملوا مع الناس النادي بشكل جيد، للأمانة ما تعاملوا بشكل جيد معه، فكان في كانوا يبغون يدفونه يدزونه برا النادي خلاص، ما يقدر، أخذنا منك كل شيء مع السلامة. هم ما يقدر النادي، لازم تعرف في عقد. إيه أنا أقصد إنه كان تطفيش، ما أدري. لكن حتى على فكرة أنا أستخدم يمكن الأسلوب هذا معي في آخر السنين، يمكن صارت بعض المشكلة وتحولت انفرادي وكذا ورجعت وذا. في رئاسة مين؟ في عامر عبد الله القريني. فهي عبد الله القريني باري الساس، هو بالعكس ضعيف. بالعكس أبو عامر من أفضل الناس وأفضل الشخصيات اللي تعاملت معه أمانة، لكن في اشياء خارجيه عشان كذا ما ادري مو كل شيء. يعني في ناس تتدخل من برا النادي، ما ادري الله اعلم. طيب وش اللي كان موجود؟ ليش قدر ناديكم هو النادي الوحيد في السعوديه اللي رؤساء لا يشجعون هذا النادي؟ اجب بصراحه. كل الانديه، في انديه يرأسونهم شوف كل مين؟ الانديه ها مين مثل في مين؟ فتره من فترات النصر رؤساء انت تعرف مثل مين؟ سمي. انا ما اعرف هلالي لا تعرف ما لا تعرف هلالي سمي انت سمي. في الهلال كان رؤساء يرأسون في غير هلاليين. خالد بن سعد شبابي، انا اعرف انه شبابي من يعني ممكن انا ما قلت خالد بن سعد. خالد البلطان، خالد البلطان صحيح ما كان. والان حاليا الاستاذ محمد النجم. المنجم انا ما ادري عن ميول المنجم الا ما أنا. لكن كل طيب من اللي راس الهلال مو بهلالي؟ فهل يعرفون جمهور الهلال وانت تعرف بالتحديد من في الرؤساء؟ عم اسمي لك قل اي ولا لا. الامير محمد بن فيصل تقريبا كان يشجع ايش؟ النصر. إيه؟ وماجد عبد الله تحديدا سمعت هذه هذه سعود السويلم
تقريبا الهلال كان هي يشجع الهلال ورأس النصر. هذا عمل الأول والأخير. طيب. الأول والأخير مهما كانت الميول أنت يا ماجد عمل جميل. أنت شوف طيب. السويلم نجح في النصر وحقق إنجازاته وصنع فريق إلين الحين له شخصية يعني بسبب السويلم. محمد محمد بن فيصل أوكي صنع إنجازات كبيرة كبيرة طيب وصنع فريق. المصعب يشاور لي أنه كملنا وقتنا والحديث معك لا يمل صراحة. خلني أباخذ بشكل سريع عبد الله رغم أنه ارتدى قميص فخم وفخم جدا وضخم وما في ولا لاعب في السعودية إلا يتمنى يلبس قميص الهلال، لكن عبد الله تجربته مع الهلال لم تكن بالتجربة خلني أقول بشكل مباشر، مع أنه أحبه جدا جدا زي ما أحبك أنت وعبده واللي علي وصقر والله ما أعرفهم زين، لكن ما قدر يحقق النجومية بدليل أنه خلع القميص وغادر الملعب وما في ردة فعل من جمهور الهلالي ما همهم، لكن لما غادر الدوخي لما غادر خميس العويران لما غادر أسامة هوساوي في فترة من الفترات بغوا يكسرون يا رجال جدران النادي. ليش ما استغل الفرصة هو صح؟ لا شوف عبد الله بالعكس حقق إنجازات ونجم وله له في شوف اللي بوصل لك إياه ما يمكن تقول مع اختلاف الخانات ما يمكن تقول الاسم اللي بناه عبد الله في الهلال زي مثلا سالم ولا سلمان ولا ياسر ولا ما بنى هذا الاسم هذا اللي اقصده. شوف عبد الله في فتره من الفترات كان من خلني اقول من الفايف توب في الفريق الامانه، لكن الاصابات احيانا هذا اللي اقول لك الاصابات احيانا تحرمك لاعب عنده امكانيات. يعني انا اعتقد الاصابات هي اللي خلت عبد الله ما يكون في الاستمراريه بشكل كبير. وهو في طريقه الى النهايه؟ لا ما اعتقد لسه اللاعب يستطيع ان يحقق شيء مع الاهلي. اتمنى انه يحقق بالعكس. انت قراءتك يستطيع ان يحقق؟ الاهلي في تغيير. شوف الاهلي قاعد يتغير وانت عارف الحين على مستوى المحترفين على مستوى الدعم اللي موجود في الاهلي يقدر يغير يصنع فريق على مستوى عالي واعتقد انه ممكن. جميل. طيب بختم معك في سؤالين. السؤال الاول نادي الشباب تعود ان يكون نادي نموذجي في كل شيء. اوكي ليس جماهيري هو وليس اعلامي اوكي ما عنده جمهور قوي ولا عنده اعلام قوي لكن تعود امام نظرنا كاعلاميين انه نموذجي في كل شيء. هذه النظره انا شخصيا على الاقل اهتزت عندي وتاكد انه كثير من الناس اهتزت عندهم. ليش؟ بسبب الانقسامات اللي صار حتى لما جت اداره جديده وافتتحتوا ملعب جديد دعوني ما دعوني. شو الغلط هنا؟ مين الغلطان؟ شوف الغلطان كل من لا يدعم نادي الشباب. الشباب الحقيقي هو من يقف مع نادي الشباب. يعني سواء وش ما كانت الظروف انا ما عاقب نادي بسبب خلافي مع شخص. اوكي؟ ممكن اختلف معك في اشياء كثيره، ممكن انت في يوم من الايام ما كنت معي كنت معي في اصطدام، لكن في لجل مصلحه النادي انا ابقى عشان مصلحه النادي. حلو. نادي الشباب يبقى نموذجي سواء كثرت الانقسامات او كثرت الـ 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 لا كابتن لا انا شوف اذا صار في انقسامات تنتفي النموذجيه. لا كل رئيس ممكن يجي يحاول يرجع النادي وبيبقى النادي له اسمه، لكن تاكد اللي له اسم كبير راح يرجع. لكن انا رسالتي للي منقسمين سواء لاعبين سابقين او رؤساء سابقين او ايا كان او اداريين او انت يهمك اسم نادي الشباب وليس يهمك اسم الشخص اللي انت تعاملت معه. انت يهمك الكيان صحيح ولا لا؟ نجاحات الكيان نجاحك انت سواء كنت لاعب استمراريه للانجازات اللي انت حققتها او الرئيس ما يكتب الرئيس. لكن انا اتمنى انه يكونون في يد واحده لان العمر الانقسامات ما راح تصنع منك بطل ولا تصنع
منك رمز. جميل. طالع في الجدار اللي وراك شلونه؟ ابيض. ابيض. لو جاء مصعب الان وجاب بويه شخط سواد تقول برضو يبقى ابيض؟ ما يصلح يا كابتن. ايوه بس طيب. ابى اسالك سؤال. فؤاد انور نجم اسطوري صحيح، قائد الاخضر تاريخي، قائد تاريخي للشباب والمنتخب. والمنتخب ما حد يختلف. اوكي. واللي حقق كل الانجازات، اخطات اداره الشباب في التعامل معه وعدم دعوته، ايه ولا لا؟ لا لا لا، لا تقول لي ايه ولا لا. انا طيب ما ادري. اوكي، قل لي ايه ولا لا وبعدين فصل. انا لا، انا ما ادري وش اللي صار بينهم عشان هم دعوا، وش الاسباب اللي ما خلت يدعوا. طيب ابعطيك بشكل ثاني. فؤاد ايه؟ فؤاد شكل ثاني، شكل ثاني. فؤاد انور يقول الله اكبر وبملعب ومبلي ترى كله ما يشيل 15000. غلط ولا ما غلط؟ اكيد غلط. انا بالنسبه لي اشوفه غلط. فؤاد رمز في النادي، مهما كان مهما كان مكانه، يعني رده فعله او اخطائه في صحيح. مهما كان، انا قلت ذكرت لك قبل شوي، قلت لك مهما كان الاختلاف بينك وبين الشخص، ما تسقط على ما تقلل من النادي، ما تقلل من النادي، من الكيان، لان الكيان هو تاريخ. هذا الكيان تاريخ. جميل. ورمز في الكره السعوديه، ما هو حديث نادي صعد، ولا هو تقليل من الانديه الثانيه، لكن انت لما تتكلم عن نادي الشباب فهو رمز من رموز كره القدم السعوديه. جميل. طيب اخيرا احمد، وانت تشاهد كريستيانو في النصر ونيمار في الهلال وبنزيما في الاتحاد ورياض محرز في الاهلي وغيره وغيره، انت وعبده ما تكون يا ليتنا لسه نلعب؟ اكيد. يعني شوف، انت في يوم من الايام تتمنى انك تشوف، انت كنت تشوفهم، انت في يوم من الايام تحضر مباريات مثلا رونالدو مع ريال مدريد وبرشلونه، تروح لنيمار، تروح للسيتي تحضر مباراه، تتمنى تشوفهم يا رجل. في لاعب في مباراه مانشستر والهلال في اعتزال سامي الجابر، قبل ما تبدا المباراه واقف عند غرفه ملابس مانشستر يقول لا موجود، لا مو بيبغى بس يصور، يقول لاعب من اللاعبين تكفى يرحم امك وابوك، هذا رقمي، رقم فنيلتي، ابغى فنيلتك بعد اكيد. واليوم عبد اللطيف الغنام وسامي النجعي يلعبون جنب كريستيانو. سلطان الغنام. هذا شوف، اول شيء دائما احنا نشكر ملهمنا ولي العهد الله يحفظه. الله يحفظه، امين. يعني اللي نقلنا بصراحه من صوره لصوره، من امنيات اصبحت واقع، من احلام صارت حقيقه. كرة القدم تغيرت في السعودية بعد الله سبحانه وتعالى وفضل سمو ولي العهد، يعني وأكيد وزير الرياضة والعمل اللي يقومون فيه. أنت اليوم تتكلم عن المملكة العربية السعودية في الرياضة، لما تكون الواجهة حديث العالم، أصبحت حديث العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل سموه وأمير الرياضة. يعني هذول ما نخفيك هم اللي وصلونا. فأنت تتمنى اليوم تشوف كريستيانو، ترى الحين ربع ساعة تروح تحضر مباراة لكريستيانو، أول بالساعات تنتظر الوقت والمناسب عشان تروح تحضر لكريستيانو، عشان اليوم هو عندك، نيمار عندك، بنزيما عندك، نجوم العالم، يعني لعيبة خذوا أفضل لاعب في العالم. أنت تتكلم عن تاريخ كريستيانو، بنزيما أفضل لاعب تاريخ في تاريخ البرازيل حاليا، نيمار هداف المنتخب البرازيلي، رياض محرز من نجوم السيتي واللي حد يقول ابطال اوروبا. فغير كذا احنا طماعين. جميل. بننتظر الافضل ان شاء الله. ترى حلقه احلى من حلقه عبدو، معلش دائما لازم تغار مني يا عبدو. يلا شكرا، يعطيك العافيه. خليك ربي.